اهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا تنبلش نبتدي حلقه جديده من القلب للقلب. اليوم مثل ما شايفين انا ورواد وجيسي كيفكم؟ نعم. اليوم هيك الحلقه مخصصه لكل اسئلتكم، نحن رح يكون عندنا اسئله نسالها لجيسي وهي رح تكون حاضره تجاوب عن كل اسئلتنا، وبندعيكم انتم كمان من خلال الواتساب او الفيسبوك تكونوا عم تشاركوا بالحلقه. مواضيع كثير حلوه وهيك حكينا نحن وجيسي تحت الهواء وقلت لنا اسالوا اللي بدكم اياه، مواضيع كثير حلوه بتصير مع كثير من اشخاص منكم ومنا، رح يكون صح. وقت رائع وحضور الرب بيناتنا، رح نبتدي قعدتنا مش هيك من قلب لقلب. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالأفراح وبوقت الدين رح بتكون أقرب صديق. I'm not afraid to die.
مثل ما بتعرفوا هيك بكذا حلقة المستشارين معنا بيكونوا عم بيعبروا عن رأي العلم أكيد، وبكل موضوع بنحكي فيه في كذا مدرسة، صحيح جسي؟ صح. في حلقة حكينا فيها عن التربية وكيف الأهل لازم يكونوا consistent أو ملتزمين بتربية معينة اثنيناتهم سوا، وكيف مرات حلو نفتح مجال لتغيير الرأي تيشوفوا الأولاد ويتعلموا كيف أهلهم بيتشاوروا وبيغيروا رأيهم. في إجا هيك تعليقات من كم شخص ما عجبهم هذا الموضوع، صح. فهيك فيك بليز تفسري لنا شوي عن اختلاف الآراء اللي بتتخصص بهذا الموضوع. هلا أول شيء أنا بدي أقول إنه اللي بحبه كتير إنه اللي بحس الاحترام هو يكون في احترام للرأي الآخر والتبادل بالآراء، لأنه بالنهاية ما حدا فينا بيجي يقول أنا عندي البرفكت الصورة الكاملة المثالية، لأنه حتى بعلم بتشوفي بيطلع كتاب بعد فترة بيطلع كتاب تاني بيناقض اللي صار، بيرجع بعد فترة السايكولوجي بتطلع بشي بتناقض اللي صار. صح. الأفكار مختلفة، بس أنا بدي علق شوي على التعليق اللي إجا. بالعكس أنا من النوع اللي كتير بقدر إنه يكون أنت رأيك عكس رأيي، بالعكس بتعلم، نتعلم من بعض، بالنهاية نحن منا كاملين. بس عندي تعليق شوي، يا ريت إنه ناخده بعين الاعتبار إنه وقتها بيصير في إهانة شخصية. صح مزبوط. للناس يعني أنا ما عندي مشكلة بكل اللي نقال، وما عندي مشكلة الناس تتلفن وتقول لي ما في شيء من اللي أنت قلتيه أنا موافقة عليه، عادي. بس وقتها بيهزموا بالشخص، صح. هون شوي هيك بتحز على قلبي انه خلينا نتعلم الرقي، انه ما نوافق. بس تنوضح هيك انه قالوا انه اذا دارسه او مش دارسه كانها كيف عم تعطي هيك الراي تقريبا بهالطريقه، صح. وهي مارقه بالزواج ومجوزه او عندها اولاد حتى، او يعني بما معنى الاهانه تجريح. صارت تجريح كثير شخصي، بس مش باللي عم بينقال. خلينا نميز بين الشخص وبين اللي عم بينقال، هذا كثير مهم انه نتعلمه بنضوجنا الفكري اذا بدك. صح. بعدين انا بهيديك الحلقه مريان انا كل تركيزي على الزواج، اوكي. انا اللي كنت عم بحكي فيه كنت حلقتنا عن الزواج، صح. وعم نحكي انه شو اللي بيقتل الحب بالزواج، وهيدا شيء كتير واضح. واحدة من الأشياء اللي بتقتل الحب بالزواج هي وقتها بيكون عنا أسلوب مختلف بتربية الأولاد وما منكون واصلين لاتفاق فيه. سو أنا اللي كنت عم بركز عليه بغض النظر إذا الكونسيستنسي مع الولد صحيحة إيه ولا لا، أو إذا لازم يكون عنا بنفس المبدأ نغير رأينا أو ما نغير رأينا، هيدا موضوع تاني. كل كوبل هن بيقرروا شو الأفضل لأولادهم. بس انا كنت عم بحكي فيه انه اللي صار بينك وبين رواد، انه رواد ما استخدم بنسميها الفرد او جرب يقتل شيء من الزواج بانه يكسر كلمتك، ولا انت جربتي انك تصري على اللي بدك تعمليه على حساب الزواج. سو انا هيدا اللي كنت عم بقوله، انه كان هم الزواج انه هيدي الاشياء بالزواج اوقات بتقتل الحب فينا من دون ما نحس اذا كان فيها تكرار دايم ونحن مش متفقين. كل هدفي كان نقول انه شو ما كانت وسيله التربيه، الهدف انه الكوبل يكونوا متفقين عليها، يكون في اجريمنت اتفاق عليها، لحتى ما يصير في بعد بالزواج وبعد بالحب كمان. لأنه نربي الأولاد، أوكي أنا حرة فيني نربي الأولاد بالطريقة اللي أنا مقتنعة فيها، ولو شريك حياتي مش موافق، بس كونوا أكيدين في حدا رح يدفع الثمن هو الزواج. بنربي الولد وحتى الولد ما رح يستفيد وبقولها أمام كل المشاهدين، صح. لو أفضل طريقة أنا عم بربي فيها ما رح يستفيد إذا شاف بيه وأمه مش موحدين بطريقة التربية. سو وحدتنا أهم من الطريقة اللي أنا رح ربي فيها ابني. هيدا اللي بيقوله. حتى إذا بدي استخدم الكتاب المقدس شو بيقول؟ بيقول الإمرأة إذا عم تعمل شيء، إذا هي مجوزة وجوزها ما بيطيع الكلمة، بيقول لي كيف بيخلص بتعاطى وبالطريقة اللي هي بتخضع فيها حتى ولو كان عم بيرب. سو الفكرة منها شو عم جرب أقول؟ أنا عم جرب أقول إنه وحدتنا هي أهم من أي شيء بالتربية. وهيدي بدها كتير حكي وبدها كتير أكيد، ما عدا وقتها بيصير في أبيوز، وقتها بيصير في إشياء فوق الطبيعة يعني. لا هون ممنوع نسكت،
ممنوع نسكت. يعني إذا أنا شريك حياتي أو أنا أو جوزي عنا أبيوز، إن كان بالضرب، إن كان بالكلام المستمر اللي بجرح الدائم، إن كان سكشوال أبيوز، ممنوع نسكت هون، ممنوع نسكت حتى لو شو ما صار. بعدين جيسي خلينا نقول شغلة، ما بعرف العالم صايرة قد ما كل واحد بيقرأ كتبه هيك، ولو فهم الحياة ويمكن في مرات يجي يعلم الكونسلر، يمكن عنده شي نقطة غير، يمكن أكيد عنده نقطة عارفها غير، بس بليز خلينا نفهم ما فينا نمشي على الكتاب 100%. نحنا ناس إنسان، مرات في يكون في ضهرين في سقعة، رح نسقع، رح نصير كولد اكزامبل بين بعض مسقعين، ومرات يمكن ضهرين على مشروع انقطع الاي سي بالسيارة شوبت، لو متفقين ما ناكل ايس كريم بالسيارة مع الاولاد، بس قد ما شوبنا رح نكسر هيدا الشيء اللي بيقول الكتاب مثلا، عم بعطي مثل وناكل. بقى بدنا نضل نتذكر انه نحن بنتعلم، منا كاملين، ودائما في فلكسبيليتي بالقرارات اللي بناخذها، مش كل يوم، مش أكيد. كل يوم مش بس وقتها ايه 100%، مش شي مكمل صح. بس مرات وقتها بيكون هذا الشيء عم يمرق بالبيت، لو مره بالشهر رح اقول ثاقبت بساعه معينه بالنهار، ما حدا كامل رح نضل صح. جسي هلا منشوف اليوم كتروا كتير الكتب اللي بيعلموا الاهل كيف يربوا، وكتروا كتير المدارس والاراء، ناس بتقول صح. لازم نضرب، ناس بتقول لازم ما حتى نعلي صوتنا على الولد، ناس بتقول لازم بس نستعمل الكونسيكونس يعني العواقب صح. ناس بتقول لا القصاص، فصاروا الاهل بيضيعوا قدام هالكم الهائل من الـ من الـ يمكن الكتب والدراسات المتاحه قدامهم، ويمكن في كثير اشياء بناخذها من الغرب وبيتبعوها وبيطبقوها على كل الاولاد مثل بعضها، وبعدين تطلع الصرخه انه الولد عم بيكون سبويلد او ما بيسمع لاهله او مش مطيع بلا مربى، كل شيء متاح له. ونحن بنعرف كثير منيح انه الولد بحاجه للحدود وللرولز، لان هذا الشيء بحسسه بالامان وبيخليه يكبر بيحترم اهله. خلينا نشوف اليوم، انا شخصيا انا ورواد بنحب نلحق الكتاب المقدس اللي هو كثير واضح بالتاديب، بيقول ادب ابنك بالعصا، بيقول اكيد بالعصا، يعني مش يعني يلا نزال في ضرب نضربه، مش هيك اصلا القصد، بكل هيك بكل وعي انا بعطيه انذار مثل ما الله بينذر شعبه كان، وبعدين بيضرب هيك، وبعدين بس نضطر. وبعدين انا بامن انه كل ولد مثل ما قال ريكو او رواد بيختلف، كل ولد عنده شخصيه، فمش نفس الطريقه رح تطبق على كل الاولاد. وبس تتنعرف قد ما بس تعرفوا، مش تبرير بس قد ما ماريان حنوني، ما في كلمه العصا منا عصا، بس سوري عم نشوف وقت نوا بتقول له 1 2 3 3 دغري بسل، يعني اذا عم يعمل شيء غلط بيسلمها، لان عارف انه امه اذا قلت رقم 3 اخر شيء بده يفوت على الاوضه او بدها تعمل له سبانكينج بال. والحلو انه بس تلجا لهالطريقه اللي هي التاديب بالعصا ما بتضطر تعديها، لان خلص الولد رح يتعلم. انا بوجه تحيه للاسيس سامح موريس اللي انا لحقت تعليمه بهذا الموضوع، فمنحب هيك نعرف رايك انت ككونسلر وعم بتعلمي شيء اسمه good enough parenting عن هذا الموضوع التأديب. ليكي انا حتى انا بحسكم انه انتوا عم تحكوا عن التأديب عم تغصوا كمان، انه كانه قد ما صار في اصوات مزبوط عكس الهيدا، وكانه صرنا خايفين من انه نقول انه هيدي وسيله التربيه. هلا انا حب لكم شغله، انه ايام زمان اوكي سايكولوجي ايام زمان هو حتى نحكي سنين لورا كان سير في ابيوز، يعني كانوا الاهل يضربوا الاولاد بطريقه كثير قويه، بالقشاط بالتكسير بالخبيط، هيدا الشيء طلع مجتمع معقد مرضى نفسيا، اولاد عندهم غضب عندهم مراره عندهم حقد صح. اوكي راحت السايكولوجي قالت لا هيدا الموضوع منه منيح ابدا، اتس ممنوع الاهل يكونوا عم بيأذوا اولادهم، لدرجه انه بامريكا اذا الولد بيعرفوا انه اهله ضربوه البوليس بيجوا بيكبون للاهل بالحبس. هالقد صار بس حتى بس شو هالمجتمع سوري ما عم بين امريكا بس ما هيدا هلا المجتمع اللي صارت اخر دراسات صارت بامريكا بتقول انه الحبوس مليانه من ورا شو؟ قله المربى الدراجز القتل الغضب اللي عم بيصير ليه؟ لانه الولد ما بينحط له حدود منطقيه، وهيدا رح احكي عنها باخر دراسات صارت. صرحنا نحن من اكستريم خبيط لا ماشي فلتينو على راسه فلتين. لا 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 اوعى نفسية الولد يمكن. وانا بشوفها حتى بالمش اوقات بجن تكون بالطياره ولد عم بيكسر امه عم بيكسر بيه وقاعدين هني عم بيضحكوا لا مش لازم كذا، شو عم تعلمي شو عم تعلموه؟ نحن الاهل
إذا ما عندنا الولد بده سلطة، بلد بلا سلطة شو بيصير فيه؟ صح، شريعة الغاب. مدرسة بلا سلطة شو بيصير فيها؟ ليه منتقبل السلطة بكل المحلات وان it comes للبيت ما بدنا سلطة؟ لا، لازم يكون في سلطة، بس لازم يكون في وعي كيف عم نستخدم هيدي السلطة. لازم يصير في بالانس، لازم يصير في إكليبر بين الحب والتأديب، بين الكونسيكونس والتشجيع، بين البانشمنت يعني لازم يكون في عدل وتأديب بين هو اثنين، لأنه طريقة واحدة ما بتأدي. سو اللي أنا بقول لكم إياه إنه كل مرة بيطلع شيء بالسايكولوجي بينسوا في الشيء اللي قبل. طب أنا شو أي وحدة بدي رد على أي وحدة بدي رد؟ هاي ولا هاي؟ لا، أنا بصراحة واللي حسب ما التأديب وبكتير محلات وبكتير كتب بيقول إيه مع التأديب، إيه مع ملقعة الخشب. ليش ملقعة الخشب؟ لأنه الولد مش لازم يخاف مني أنا، لازم يخاف من ملقعة الخشب. كيف؟ بكل محبة واحترام، لأنه أنا بقول أوقات لا أنا ما بضرب ابني بس بهينه قدام الناس. مزبوط. أوقات يا حبيلي زي أوكي لا أنا ما بضرب ابني، عن جد هيدي الكلمة بتأذي أكثر بكتير. بينما أنا إذا مني معصبة أبدا كيف بيتم التأديب؟ بشوف تنقول ابني أنا بدي أعلمه الطاعة لابني، لأنه إذا ما تعلم ابني تيعني ابني رح يخسر حياته، لا بشغله رح ينجح، لا بمدرسته رح ينجح، لا بأصحابه رح ينجح. صح. لأنه ما عنده شيء كونسبت اسمه طاعة. أوكي فلتنا. صح. مشان هيك أنا بقول له مثلاً لابني أندرو مام أنت لازم تسمع الكلمة من مامي من أول مرة. أوكي حسب العمر. من عمر سنة لثلاث سنين شيء، من ثلاثة لستة شيء، من ستة لتسعة شيء. تأديب عادة ببلش من سنتين لتسع سنين البيك تبعه. بعد التسعة بخف، بيصير إنفلونس، بيصير تأثير، ببطل فيني أنا أعمل أدب ومرن مثل ما الكتاب المقدس بيقول train your kid. ببطل فيني، بيصير غير نوع training، غير نوع تأديب. سو من عمر سنتين لعمر تسع سنين تقريباً في ستايل معين ببلش من هو وصغير بدي علمه على الطاعة. الولد ما بيفهم إلا بالبادي لانجويج. لاحظي بس تطلعي بابنك يشوفك سيريس. مزبوط. أنا بس هيك بشوف. إذا بيشوفك بيفهم بالبادي لانجويج، مش مضطر علي صوتي. هلا نحن اللبنانية وبالشرق الأوسط يوجولي بصراحة منعلي صوتنا، نربيانين ببيت صوت عالي، هي الكالتشر تبعنا. بس هو مش لازم واحد يعلي صوته، لأنه الولد بيتعلم إنه ما يسمع الكلمة إلا على صوت عالي. هاي واحدة من الأغلاط اللي أنا بغلطها، لأنه أنا ربيت ببيت صوت عالي، قد ما اشتغلت على حالي وأنا أوريدي أول ردة فعل أول ردة فعل أندرو هيك بدل ما إنه أندرو مام أندرو، عرفت فيها كل وفيها البادي لانجويج وفيها الغضب. اشتغلت كتير على حالي بس ستيل إنه هيدي واحدة من الأشياء. سو مام إذا ما سمعت الكلمة مام أنا كتير بحبك بس أنا لازم أدبك. وأنا باخده بطريقة كتير مهضومة برايفت أنا وياه لوحدنا جوا. بتعرف ليه المام عم تعمل لك سبانكينج؟ لأني لازم يفهم الولد ليه. لأني ما سمعت الكلمة سبانكينج صغير على مش بكسره، لانه شو بصير فينا؟ بتعلم على اجريه، الناس بتفهم بس نقول العصا وهيك كانه بدها تعلم على اجريه القصه. لا بس هو لازم يحس بالوجع، لانه اذا ما حس بالوجع هلا مش رح كسره، مش ابيوز. بس انا وقتها بكون انا رايقه مسيطره على نفسك، رح تعرف تسيطر على الضرب، مش فرشة خلق. ايه انا رايقه لانه الولد مش عم بيشوفني ليه عملت هيك؟ لا لا انا رايقه لانه شو بصير بالاهل اوقات؟ اندرو قعد، انا عم بحكي معكم مثلا، اندرو قعد، أندرو قعد، أندرو عم بيعلي صوته أكتر، أنا شو عم بنحقن؟ عم بنحقن، أندرو ماما اسكت، أندرو أندرو بمسكه قدام الناس وبفوت، قولوا لي حدا ما بيعملها، لك بابليك لقدام كل الناس كل العالم بتعملها، إن شاء الله بيكونوا دكاترة، بيعملوها، ليه؟ لأنه بيفقدوا أعصابهم، ما حدا يعمل لي حاله أنا ما بعمله وأنا بضل رايقة، كل العالم بتعملها وبتعملوها ببيتكم كمان، لو ما حدا شافكم، وبنعملها قدام الناس. الغرب بيعملوها؟ اكيد بيعملوها، انا عايشه معهم. انت بتعرفيهم اكيد، لانه بيعملوها. مرات شوي ببين الناس اللي بالغرب، وانا ما عم باذي الغرب بس نحكي الحق، كل الناس ببينوا مرات هيك بمول او شيء بيصير ابنهم او بنتهم يفحشوا عليهم يضربون، بتعمل له مامي هيك مثل ما قلتي انه بتهيك، بس قولك بعدين لوحده بتكون فيرم اكثر. اكيد هن لازم بس تطلع فشت خلق وعم تاذي الابن، لان ما عملتها هي ومسيطره على الوضع وقبل ما تتفاقم وتحقن مثل ما قلت 100%. سو الفكره منها انه انا وقتها بيكون ابني، وبعدين من بعد ما انا اعمل التاديب ضروري اتصالح انا وابني او انا وبنتي، ضروري انه في ريكونسيليشن مثل ما بنقول، لانه لما يصير في مراره بالقلب، مام انا بحبك، مام انا بحبك،
انت انا ما بحب اضربك ولا ممكن، بس اي هاف تو دو ذات، انا لازم اعمل هيك ان اوردر اني اعلمك. هلا بنستخدم كمان غير اساليب، انا كنت استخدم شغله وهيدي كثير بتشجع، كل ما بيكبروا شوي بتحطي له مثلا بوينت لنقول اذا بتعمل قوتك، اذا بتسمع اذا بتسمع الكلمه من اول مره، اذا بتخلص كذا، اذا بتعمل كذا عندنا بوينت. والولد بده اوقات البوينت يكون مش بعد جمعه، مش بده شيء ديلي، اوقات باليوم يومي حسب العمر بيتحمل نزيد. اذا بتاخذ 10 سمايلي فيس لك هيك، اذا بتاخذ 15 سمايلي لك هيك. في هيدا الاسلوب كمان بينفع اكثر، التحفيز بينفع اكثر من الكونسيكونس، اخذ الاشياء منه. لانه نحن بطبيعتنا اكثر من اذا ما رح تسمع الكلمة رح اخذ هاللعبه منك مثلا، بدل ما اقول انت رح تسمع الكلمه وانا رح اعطيك هيك دغري مناخذ بدل ما نعطي. كمان في هيدا اسلوب كمان بينفع، بس انا بقول لك بيطلع ناس هلا بينتقدوا هيدا الاسلوب حتى بالسايكولوجي. شو عم تعلموا الولد؟ عم بتعلموه شروط، يعني اعمل هيك تنعمل هيك، هو لا لازم يعمل هيك من دون شرط. بس ما التحفيز اوكي لازم تشتغلوا ما تقبضوا معاش اخر الشهر، لازم تدرسوا ما يطلع لكم علامات بالمدرسه، ما حدا اللي لانه هيدا الاشياء كمان التحفيز بطبيعتنا كبشر بدنا اياه. سو كمان مع التحفيز سو في كذا اساليب للتاديب، مش كله واحد بطريقه واحده حسب العمر مع كل الناس وحسب الاولاد. صح، مثل ما قلنا انا بنتي ولا ممكن كان ينفع معها نفس الاسلوب اللي بينفع مع ابني، ولا ممكن لانه شخصيتها وكاركتيرها شيز ولا ممكن ينفع ولا ممكن. انا فشلت لاني جربت نبش وطبق نفس الاسلوب اللي طبقته مع ابني بس ما اعطاني نتيجه. عم يجي اس ام اسات بس بدي اقول شيء كثير حلو، قد ايه حلو انه كونسلر بتقول وبتعلم الناس، وبنعرف انا من جمعتين تعلمت منك شيء وعم بعملها مع نواه. اذا هيك شي مره بحكي مع ماريان شوي بعصبيه بقول لها سوري مامي بوجهه هيك تقولها، بس عم علمه شيء قلت لي زياده بقول له انا عم بقول لها سوري لان انا زعلت مامي وانا ما لازم زعل مامي. بقى بدي اقول قد ايه حلو الكونسلر، قلت قد ما ندرس وهيك بالنهايه نحن ناس، وعم بتقولي انه مرات رح نفشل بس رح نغير الاسلوب. صح، ما بعرف اذا في اس ام اسات او مروح. وهون عن جد شجع، انا كثير قريت ودرست عن هذا الموضوع وحضرت كثير اختبارات حياه اشخاص طبقوا هيدا التاديب بالعصا، ومش معقول قد اولادهم هيك في عندهم تهذيب وفي عندهم علاقه حب هن واهلهم. احنا بنفكر انه لما نضرب يعني الاولاد رح يكرهوا الاهل، بالعكس لما عم نأدب بطريقه نحن مسيطرين على حالنا وبكل محبه وعم نشرح ليه، ومن بعد انا ما كنت اعمل له سبانكينج اوبته وبوسه وقول له انا بحبك وانا عم بعمل هيك كرمالك ويحبني ويبوسني، لازم الولد يحس المحبه والرهبه. صح، مثل ما نحن بنحب الله وبنخاف الله بنفس الوقت، ومثل ما قلت يكون في ميزان بين المحبه الكثير والتشجيع الكثير، بس شوفه عم يعمل صح شجعه اعطيه هديه حبه بوسه، وبنفس الوقت الديسيبلين والتاديب بس يعمل شغله. وبدي اقول انه انا بدي اعترف قد ايه ماريانا علمتني، لان انا ما تثقفت بهالموضوع صارت تعلمني، واللي قلت لها اياه كمان تنقول انه لو بذات البيت اتفقنا على ذات الموضوع بس يغلط، بس بما اني انا نورمال كل امات الماضي كانوا يضربوا مثل ما قلنا وكانت تضرب بالقشاط، خبريت كلمه العصا ما قدرت اتقبلتها لإلي، لان انا منجرح منها، انا فهمان ماريان شو بتعمل له ماشي، بس انا كل الموضوع كان عامل شيء بجسمي غريب بيزعجني بس اسمعه. بقول لك بصراحه انا صوتي عالي، بس انا بس احكي مع نواه بحكي بنبره واطيه بس بيوقف محله، بقول له فوت لجوا، بفوت على الاوضه. والحلو علمتني ماريان اللي انت قلتي انه بس يخلص وياخذ القصاص قاعد يفكر ليش، بيجي بقول له انت بتعرف اني انا بحبك. بقى خلينا نقول وصلنا لاتفاق برغم انه هي مدرستين، انا ماني ضد اللي عم تعمله لان عم شوف قد ايه ابني بحبها وكيف ما بتضربه هيك عشوائيا فشت خلق، بتقول له انت عارف ليه، وانا لانه مش قادر احمل هيدي الخشبه الصغيره قد ما اكلتها قتل بالمدرسه كمان المسطره كثير ماسره فينا، عملت انه بصوتي بوهرتي بوجهه نواه بيوقف. انا بقول رواد وماريان الالتيميت جول شو يعني اللي احنا اللي بدنا اياه شو؟ الولد يسمع. اذا الولد بالكلمه سمع رائع سمع كثير منيح، يعني في ناس فاين شو ما نحن شو الهدف؟ الهدف انه ابني يطيع. اذا انا بدي ابني هلا شو الاسلوب اللي انا عم بستخدمه عم بخلي ابني يطيع؟ جريت. الهدف انه ابني يطيع، فهمتوا شو الفكره؟ 100%. يعني لانه في ناس
اوكي وحصلنا على الهدف. في اولاد ما بتعوزك وفي اولاد لا بتضطر. بس يعني برجع بقول ان ذا اند نحن كاهل كل واحد رح يحصد اللي زرعه 100% بطريقه تربيته. ما بعرف اذا طيب. في قبل ما اطلع على الترنيمه عنا صديقنا رواد بيقول لنا مساء الخير رواد ومريان. هاي رواد المسيح يكون معكم ونيلكم هالقعده الحلوه. يلا انضم لنا يا رواد. عنده سؤال خطر على باله يا ريت لو فينا او في يسمع راينا. بقول هل انتم مع زواج شخصين مختلفين بطائفتين مثلا انجيلي وارثوذكسي، وهل سلبيات هذا الزواج اكثر من ايجابياته، وهل من الافضل تجنب هذا الشيء؟ والكم جزيل الشكر. هذا سؤاله لرواد. انا يمكن هيك اول شيء بيخطر على بالي رواد اقول لك انه انا بالنسبه لي ما بحكي طائفه، بحكي ايمان، وايمان هو اسلوب حياه، هو علاقه مع الله، وهي مثل اذا بدك لغه. يعني انا تنقول اذا انا بحكي عربي وبدي اتجوز حدا من عم بيحكي لغته انجليزي، انا شخصيا كماريان رح لاقي صعوبه انه انا بحكي شيء وبيفهم علي شيء، ما بنعرف نتواصل كثير مرات او تعبر. نفس الشيء انا ايماني ما رح ارجع احكيك لا انجيلي لا ارثوذكسي ولا شيء، ايماني انا علاقتي مع الله كيف بفكر، كيف بفهم الكتاب المقدس، كيف بصلي له، هذا الشيء لإلي كثير اساسي. يكون الشريك اللي عم برتبط فيه نفس الايمان، موحدين بهذا الايمان وبهالطريقه العلاقه الحلوه مع الله، لان هذا رح تقربنا كثير من بعضنا وكثير رح تخلق هيك انسجام ووحده. انا قبل ما جسي تجاوب رح كمل هيدي النقطه، اقول لك اكزامبل رح تفهم علي، بما انه ما خص انجيليه او موارنه، لان انا على التذكره اصلا مارونه لو بروح على كنيسه انجيليه وانا ما عندي موارنه انجيلي هيك، بس تقول لك شو قصدها مريان. وقتها بنكون بحيال نهار نحن عنا مشكل، فرحانين شو ما كان، عنا متفقين على موضوع بإيماننا، هذا منه إيمان إنجيلي، إنه منقرأ كل يوم الكتاب المقدس تقريباً كل يوم مع بعض ومنصلي كل يوم. إذا هالاتفاق مثلاً أنت حابه بحياتك، ما خاص إذا كنت ماروني أو إنجيلي أو أرثوذكسي، وهي مش متفقة عليه، هيدي مصيبة. بلشتوا بأول نقطة، بلشت خلاف، مش مصيبة إنه ما تتجوزوا، بس نقطة خلاف، وبيكملوا النطاق بالموضوع اللي هو إيمان. شو إيمانك؟ متحدين بالإيمان اثنيناتكم أو لا؟ في أمور ما فيه أدخل فيها، لأنه بالطوائف دائماً في حدا مثلاً اعتبر مارونية بتلحق البابا، روم ما بتلحق البابا، قاعدين على طاولة تخنقتوا مع بعض لأنه هي بتقول أنه البابا بحترمه، بس هيدا هون كمان نقطة تانية خلاف. شو بتقول جسي عن الموضوع؟ أكيد هلا أنا شخصياً ما رح أحكي دينياً، أنا بحكي أنه أوريدي الزواج فيه كتير بده كتير صعب، يعني شغل ليصير فيه وحدة. مزبوط. وفي كتير مواضيع بدنا نشتغل تنتوحد عليها، ووحدة منا اختلاف إن كان الطوائف أو الأديان. ليه؟ لأنه لتسي أنا اليوم وهيدي بنحكي فيها كتير، بدي روح على هالكنيسة، طب لا أنا بدي روح على هالكنيسة، طب لا أنا بدي ربي ولادي على هيدا الأسلوب، لا أنا بدي ربي ولادي على هيدا الأسلوب، طب لا أنا بدي لتسي إذا واجهتني مشكلة، أنا شخص روحاني أول شيء بعمله بروح لعند الله، أنا إذا واجهتني مشكلة أول شغلة بعملها بروح تنقول بعمل شيء تاني. سو كل هالتفاصيل رح تخلق عدم انسجام بالزواج. وبيقولوا أول شيء لا مش مهم مش مهم، بقبلك مثل ما أنت، بقبلك مثل ما أنت، واللي لأنه ما بيفوتوا بهالديتيلز الصغار. بس من بعد ما يتجوز ويخلق الولد، وأنا بشوفها هلأ حتى لتسي مجوزين من طوائف مختلفة، حتى كانوا كتير مبسوطين وكتير منسجمين وزواجهم كتير منيح. بس أول ما أجا الولد بلشت الأم بدها تربيه حسب الطائفة تبعولا، بلش البي فجأة وقع عنده لا أنا الرجل، لا لازم يتبعني إلي، وبلشت هلأ المشاكل. طب ما كنا حاكيين فيها قبل وقايلين إنه كل شيء منيح كل شيء كذا، رح يجي وقت ورح يصير في اختلاف بأخذ الطريق، أي طريق نحن بدنا ناخد. سو مشان هيك أنا بقول الأفضل أنه يكونوا متفقين قبل على أي كنيسة بدهم يروحوا وعلى أي نوع تربية روحية بدهم يربوا أولادهم عليها، حتى يقدروا يكونوا موحدين أوريدي بهذا الموضوع، لأنه أوريدي الزواج فيه كتير قصص بدهم يشتغلوا عليها. هيدا ما فتت بأشياء الروحية على فكرة، أنا بس عم بحكي، ما هي كتير صعبة تفوت بالأشياء الروحية، أنا بس عم بحكي هيدا الموضوع. أنا عندي رأي، أنا عندي يعني قناعة شخصية
موضوع تاني، بس أنا عم بحكي بس على موضوع الزواج بهيدا المية. عنا رسالة تانية من ميلاد من مصر، أهلا فيك ميلاد، بتقول مساء الخير، الرب يبارك حياتكم، برنامج أكثر من رائع. وفي هيك كمان سؤال طرق على بالها، بتقول كيف بدنا نحفز الأولاد ونكتشف مواهبهم؟ كيف بدها تشجع اولادها وتكتشف هن شو مواهبهم؟ بركي بناخذ وقت هيك تفكري فيها، تا هيك ناخذ بريك حلو صغير صح. ونروح على الترنيمه ونرجع يلا رح نسمع هالترنيمه. قاعد يا ربي بهالليل أنا فرحان، سماك عم تضوي بنجوم أنا سرحان، عم فكر فيك يا خالق الأكوان، ما أعظمك أنا إلك عطول الزمان. قاعد يا ربي بالليل أنا فرحان، سماك عم تضوي بنجوم أنا سرحان، عم فكر فيك يا خالق الأكوان، ما أعظمك أنا إلك عطول الزمان. قاعد اتذكر شو غيرت بحياتي، عيوني بتدمع وقلبي بيصرخ يا ربي، ضحيت بابنك يسوع اللي افتداني، ما أعظمك أنا إلك عطول الزمان. أنت إلهي حامي حياتي، سهران علي على طول، وحدك رجائي عوني خلاصي، ماسك بإيدي على طول. سوا ايدك بايدي، ما عدت شفتك بايام الحزيني، طلعت بعيد شفت خيالك حاملني، ما اعظمك انا الك عطول الزمان. انت الهي حامي حياتي، سهران علي على طول، وحدك رجائي عوني خلاصي، ماسك بإيدي على طول. لكن هيك موضوع اللي عم نحكي فيه، صديقتنا سنة إليا اللي عم تحضرنا بتقول أنا رفعت الراية البيضة بموضوع الأطفال أمام أحفادي، جيل عجيب غريب. فعن جد بعدنا هيك هذا الشيء بيصدق على كلامنا إنه بغياب التربية والتأديب عن جد صار جيل غريب عجيب، فلازم هيك دغري نستدرك الوضع. وفي أنا قصة هيك في فترة كنت عم بصارع بتربية نواة قبل ما أقرر الشيء اللي بدي أو المنهج اللي بدي أتبعه، كان نواة عم بيكون ما عم بيطيع، عم بيصرخ، عنده عدائية،
وانا كنت متبعه المنهج انه ايه احترم الولد واعطيه شانس وما بعرف شو. فهيك قلت له يا رب انا بدي ارجع لكلمتك، فشلت قريت كثير وما خليت كتاب ما قريته، بدي ارجع لكلمتك. صرت اعمل دراسه بالكتاب المقدس تشوف شو بتقول هالايات وشو الرب بده بتربيه الاطفال. وقريت قصه علي الكاهن يلي كان كثير سهل مع اولاده، عم يعملوا غلط، ياكلوا يسرقوا اكل التقديمات، يعملوا امور جنسيه غريبه عجيبه مع العالم، وهو يقول لهم لا يا بابا، بس ما يقسى عليهم ويتركهم بخدمتهم. وبالاخر الرب ادبهم تاديب كثير قاسي لان انذروا بالاول وهو ما سمع وماتوا هو واولاده. فما بدنا نوصل لهون، بدنا نلحق كتاب المقدس اللي بيقول يعلموا الاولاد الطاعه، اطيعوا والديكم بطول ايام حياتكم. انا مين ما بده ابنه يعيش حياه طويله حلوه كلها بالخير؟ هيدا بتبلش من طاعه الوالدين وطاعه الله. لما يتعلموا يطيعونا بيتعلموا يطيعوا الله. حابب احكي شيء كثير مهم، قول قد ايه وصلنا لنجاح لان صلينا وقد ايه ماريان اشتغلت. وما عليه بدي اقول تدافع عن بعض البيات، لانه في جمله عند العالم كانوا يقولوها يجرحوني، شو عم يعمل بيو بالبيت تا هيك عم بيعيط؟ كنت كثير انأذى كثير جواتي، اقول له يا رب انت نهار رح تدافع عني، يعني مكسر كل حياتي، واذا نكزت هيدي العضه بدها تخلي ابني هالقد مرق بالفتره اللي مرق فيها. انه هيك رجعنا عم ننتبه الاولاد اللي بيقعد معهم، لا اولاد اشخاص بنحبهم بس كمان عصبيين، بيعلموا العصبيه. رجعنا ننتبه انه نحن ما بنحضروا الامور من الكتاب المقدس، بس كان يحضر جوليات الجبار وداود وقتها كان بهمه يضرب حجر ويسقطه للمارد. بقى صرت اطلع هيك، بس انتبه بمجتمع الناس مرات تسالك السؤال انه بيو، بس اذا جاوبتيهم بيطلعوا فيك انه ما عم نصدقك. قلت له يا رب انت بتدافع عني. بقى بدي اقول لك كل بي وام ما تسمعوا هيدي الجمله، هيدا من الشيطان، اكيد رح ياخذ مني امور واكيد، بس مش بتكون مرات امور في هيك اوقات عمل امور انه انا ما بحياتي بعمل هيك، كيف عم يتصرف بهيدي الطريقه؟ والرب خلينا ننتصر بالصلاه وبكيف عملت الدراسه ماريان على الموضوع. وبدنا نعرف كمان انه الاولاد مزبوط انه بيقلدوا زي امتيت اهلهم، وهذا الشيء حلو لان بدربنا لقلنا كيف نهتم بتصرفاتنا قدام اولادنا وكيف نعمل سيلف كنترول، نضبط نفسنا. والرب بيقول بيكون عم بيشتغل علينا نحن وعم نربي اولادنا. كمان كنت بدي اقرا هيك رساله بتقول سلام المسيح معكم، اذا بتريدوا اذكرونا بصلاتكم، انا الين واختي كاترين، نحن بحاجه كثير 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 لصلاتكم. الين وكاترين، لكن رح ندون الاسم. سلام المسيح اصدقائي الغاليين، صديقتكم نور. موضوع كثير حلو، كلنا بنحتاج نعرف كيف نربي اولادنا بهذا الوقت الصعب. بدي اسال جيسي، انا ابني عمره 8 سنين كثير مسالم، ما بيحب المشاكل ولا الضجة، بس نحن بمجتمع كثير صعب وعنيف. يعني الولد الهادي بيفكروه انه ضعيف وما بيدافع عن نفسه. كيف بقدر اقول له او اقوي له ثقته بنفسه مع اني دائما بحاول بس ما بقبل المدح بالمره، ودائما بيصغر بنفسه بقدراته؟ فاذا ابنه هادي وما عنده كثير ثقه بنفسه، بدها تجرب تعلي له ثقته بنفسه وتقويه. يا جسي يا هلا كثير يعني مش سهل، لانه في كثير اسئله لازم نسالها لنعرف نجاوب هيدا الجواب. هلا في كثير فرق بين المسالم وبين ما عنده ثقه بنفسه. في كثير فرق، في اشخاص مسالمين، اولاد مسالمين بس شبر عندهم ثقه بنفسهم وكونفيدنس، يعني هاي ما خاصه بهاي، سو ما فينا نحطهم مع بعض. هلا كيف فيها تقوي له ثقته بنفسه؟ بطريقه التربيه. يعني هذا اللي نحن بنعلمه بجود انف بارنتنج، بنقول يعني كيف نقدر نربي الاولاد بطريقه جود انف، يعني مش مضطرين احنا نكون كاهل كاملين، بس اوقات طريقه تربيتنا يعني عدم ثقته بنفسه اوقات بتجي يمكن اذا كان عم بيسمع كلمات منتقد انتقاديه بالبيت كثير. معقول هن عم بيعملوا هيك؟ لان ما بتعرف. انا ما بعرف عم بتفكري انا بقول عدم الثقه بالنفس اوقات بتجي اذا الولد كان عنده احتياج معين مش عم بيقدر يحصل عليه. هلا ليه ما بيقبل المدح؟ ليه؟ لانه في فرق بين امدح الشخص، في فرق بين امدح اعماله. مثلا اذا انا بجي بقول له لابني انا فخوره فيك، هاي كلمه مش كثير مزبوطه،
لاني انا بعلمه يصير متكبر. بس وقتها بقول له انا فخوره بالطريقه اللي تعت فيها دادي، مش معقول انت كيف تعت بطريقه هيدا اللي بحبه فيك. او حبيت كيف شاركت مع رفيقك هيدي الشغله، واو هيدي بدها كثير شجاعه انك تشارك. بس مش انا فخوره فيك انا، ليه؟ لانه بيطلع اولادنا اوقات نحن بدنا نعطيهم بس بيطلعوا منفوخين وبالون صغير بينفسهم، لانه الحقيقه هن مش هيك. سو لازم ننفخ مثل ما انا قلت، ننفخ العمل هيدا بيربي الثقه. مثل ما كمان وقت بدنا ننتقد ما بننتقده، ما بقول له انا ما بحبك، انا ما بحب الطريقه اللي تصرفت فيها مع اختك لانه هاي الطريقه عدائيه، او انا ما بحب لانك كذبت. الكذب بيخليك انت تفقد الانتجريتي تبعك وكذا. بنحكي على الشغله مش على الشخص، ما بنربط الشخص بالشغله بهالطريقه. سو هيدا موضوع كثير كبير، والثقه بالنفس بدها تريننج. يعني انا ابني هو صغير، من هو صغير كنت علمه الاي كونتاكت، مام بس حدا يحكيك طلع بعيونه، لانه كل الاولاد ما بيقدروا يطلعوا بالعيون. نفكر الاهل لوحده رح يطلع بعيونك، نو بدك تعلميه انك بدك تطلع بالعيون بس واحد يكون عم بيحكي معك. مام اذا حدا اجى وعم بيسلم عليك سلم، مش هيك سلم. يعني حسب اذا رجال او بنت، ما بتطلع بتهز بايده وبتسال عنه. او مام رواد تعبان، اوكي كان مريض، بس تشوفه اساله قل له رواد كيف صرت. هيدا الاهل هون هيك دورة. بتنمى الشخصيه شوي 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 ليقدر يوصل الولد يكبر ويقدر يكون عنده هالشخصيه. وبدي هيك ساعدها باختبار مني هيدا الشيء، بوجه تحيه لبي اللي بحبه كثير اللي هو كان رفيق لإلي. قال لك انه كنت حب شغله ببي كثير رائعه من انا وصغير، شو ما اعمل، اذا غنيت، اذا عمرت شيء، اذا ما بعرف رسمت خبريه، كان اول شيء يقول لي اف شو حبيت، او يقول لي حبيت هالمحل اللي رسمته اخضر، او حبيت بس طلعت بصوتك هيك، بتذكر حسب العمر، ويقول لي كمل هيك هيدا الشيء رائع، بس بدي تزبط هيدا المحل هيك. كنت حس في ثقه رهيبه انه مش انسان بس عم يمدحني، بس ببلش بالاشياء الايجابيه، اطلع افرح انه بي اللي انا بتمثل فيه وشايفه ما مصدق حابب هيدا الموضوع، وياكد لي انه ضلك عمول هالشيء الايجابي، ويقول لي بس بدي منك بالمره الجايه تصلح هيدي الشغله. وبعتقد برغم قدين اذيت انا وصغير، وحده من الناس من الاصحاب وقتها كنا صغار، بس بي اعطاني ثقه بنفسي رهيبه. بقى بقول لك التشجيع، التشجيع الصادق مثل ما قلت جيسي، الصادق على الموضوع كثير بيعطي قوه للشخص، لانه بتمثل ببي واثق فيه على العميانه. بقى اللي بيقول لي اياه كان كثير يعني لي. صح، وكثير بدنا ننتبه مرات الاهل على تعصيبهم لما يعمل الولد غلطه، بنميل نعطي شيء جنرال، يعني نعمم بكلمه او انت ببي انت ما عم تكبر، هيدي بتحطم الولد، او انت دائما هيك، او ولا مره. هول التعابير اللي بيطلعوا من فشه خلق بحطموا الولد وبيصير عنده براسه انا دائما بغلط، انا مش نافع، وهول بينموا له عدم الثقه بالنفس. هلا مرات اذا بتقولي طب انا ما بعمل هيك مع ابني، مرات كثير بيكون هيدا قلة ثقة جاية من المدرسة، إذا هو بيروح على مدرسة مرات أصحابه بحطموه، البولينج، التنمر، هول كلهم إذا أنت ما عم بتفوتي بحياته وتسأليه شو عم بيصير معك، في كتير أشياء بتخلي نفسه تكون مغلقة، بدك تسأليه تعرفي عنه، تفوتي على المدرسة تسألي المعلمات والأصحاب، تشوفي شو عم بيصير معه تتدخلي وتكوني عم تعالجي هيدا الموضوع تترجعي تفتحي له نفسه. في كتير أولاد من الأغلاط اللي بتصير من الأهل أو الأصحاب نفسهم تغلق، وهيدا بده شغل تنرجع هيك نساعده ينفتح ويصير مرتاح مع نفسه. هلا لا الموضوع انا بدي اقول قبل ما نبلش موضوعنا، بس انا بقول وحده كمان من الاشياء اللي بتساعد هي وقتها بنمدح الولد مش له مباشره قدام الناس. هيدا كثير طريقه، مثلا بتعرفي يا ماريان اليوم مش معقول، وكانه اندرو ابني او بنتي ابي قال مش سامعتني، بس انا بكون عم بحكيكي. ليه؟ لانه الولد عاده بس توجهي له دغري له، بس تكوني عم تحكي قدامه ان بابليك قدام العالم او قدام بيو اذا اجى من الشغل او قدام عمته خالته سته، ميك يعني عملوها ايه عمدا. وكانه عمدا انه تخبروا شيء شو صار قدام هيدا. حتى نحن الكبار بدي اقول لك نحن بننبسط فيها، حتى نحن الكبار بننبسط فيها اذا انا بكون كيف هن. بس فرق ما انا اوقات اذا بقولها دغري لتسيب لي كيف مريان انت كذا كذا كذا، بصير في شويه
خجل او عدم تقبل من دغري، بس وقت انت بتسمعيني عم بحكي مع رواد عنك تتلقيها من دون ما احطك بالسبوت لايت، لانه اوقات الناس ما بتحب تنحط بالسبوت لايت خاصه الاولاد. بس قبل عنا مساج كثير مهضوم من اليمن بيقول معكم ميمو من اليمن، كيفكم؟ نحن كان عرسنا امس، مزوجين امبارح عم يحضرونا، بنحب برنامجكم كثير وبنشوفكم هلا، ممكن نصائح لنا؟ كثير مهضومين، الف مبروك عن جد، قلنا هيك الشرف، فرحانين انه عم تتابعونا اليوم، من كل قلبنا هيك بنصلي ربي يبارك لكم عن جد باسم يسوع، شهر عسلكم، تستمتعوا ببعضكم. وشو بدك تنصحهم؟ شو بدي انصحهم؟ يعني اذا بدك انصحك بكل صدق، حياتنا واقفه، اكيد الدراسات مهمه، بس هيدا دائما بنقولها، حياتنا واقفه ومزدهره لانه يسوع هو راس بيتنا، ما في غير ما اقول هيدا الشيء. لو الناس مرات رح تقسوا انه يي غير، لا، في ادرس كثير، بس مين اللي بيعطيني قلب الطيب تا انا حن عمرتي واتطلع بعيون يسوع، هي انا وتعبان وهي تعبانه، هو بيعطينا عيونه تنشوف بعض. وكثير انبسطنا فيكم ومحضرين اليوم حضرونا. بدي اقول ما ننسى انه نقول للمدام او الست اللي قالت بس المواهب، شو بتحب تقولي اكزامبل بخصوص المواهب؟ كثير حلو نبلش نعرض اولادنا لمختلف الارتس او اذا بدكم الفنون من هن وكثير صغار، مجرد حتى هو بطن وقنا كنت حط موسيقى، بس ولد كمان كل الوقت موسيقى، هو نايم هو عم يلعب رسم، من هو صغير فيكم تجيبوا الوان وتقعدوا ترسموا قدامه، تخلوه يسمع او تجيبوا له الات موسيقيه، الالعاب، وهيك بتبلشوا تعرضوه على كل انواع الموسيقى، عم يلعب مع اخواله فوتبول من هو وصغير. واهم شيء اثنيناتنا قررنا، مش لان نحن موسيقيين لازم هو يدق موسيقى، نحن كنا عم نفتح الافق، هو يعرف شو بده، وشفنا انه مخلوط بين الموسيقى وبين الفوتبول لهلا. بس اهم شيء تكونوا عم تعرضوه على كل هالاشياء من عمر كثير صغير، يصير هيك فاميليير معه، يعني كثير بمعود عليه، وهون بتصيروا تشوفوا هو لاكثر شيء شو عم بيميل. عم يجي رسائل او بنروح لاول خبريه؟ يلا بنروح لاول. لكن جيسي كنا عم نحكي قد ايه بياثر بطفولتنا الامور، انت قد ما نشتغل على حالنا، كنت ببيت مرات صوته عالي او عصبيين مرات، صار معك انه مرات بتسيطري على حالك تما تعصبي. انا زيت شيء، اهلي رائعين بس كمان بيعبروا مرات كانوا بعصبيه، طلع انه بدي سيطر على حالي تا اعرف الصوت يوطى. شخص كثير اثر فيي وكثير بحبه ورح يطلع هو خطيبته معنا، هو توفيق، رح نشوف بلا قصدهم اكيد اهله تصرفوا معه بطريقه معينه بالنسبه للعالم كثير حلوه، بس شوف التحديات اللي مرق فيها من ورا شيء ما انتبهوا الاهل عليه. يمكن انا نحط علي بريشر كثير انا وصغير، خصوصي بالمدرسه لازم علاماتها تكون قويه، هي بتربى مع يعني هيدي للاهل لانه ما يضغطوا الاولاد اكيد هيدي، لانه فعلا معقول توصل، وصارت معي لمرحله تكون ما في سيطره على اعصابك، ما في سيطره على حياتك، حتى وصلت لمطارح ما في يروح على الجامعه وما في يعمل فحوصات، وانا من اشطر التلاميذ، يعني مش انه قصه كسل ولا شيء، بس وصلت لهيدي المرحله. ف من وراء الضغوطات المعينه يعني، وما كنت بعد فترتها كثير، انا مش ربيان بكنيسه، انا جيت بعدين تعرفت على الرب يسوع المسيح. ليش جيت؟ صح، يعني مع الوقت يمكن هذا كان سبب اني انا اكون عم بنبش او عم بركض على حبل نجاة، ولقيته يمكن مع يسوع المسيح، مش يمكن لقيته، يسوع المسيح باول جمعتين انا تعرفت عليه، انا وقفت ادويه اعصاب، وانا كنت اخذهم بعمر كثير صغير، كبيتهم، بطلت بحاجه لهم، وهيدي لكل شخص قاطع بفتره، يعني هي رساله موجهه أكيد. لكل شخص وشاب وكبير بالعمر عنده مشكله، بنعرف مشاكل الاعصاب ما في الواحد يسيطر على حاله، وكل واحد قاطع فيها بيعرف هيدا الشيء، وبلا حبه الدواء ما في يكمل نهاره. يسوع بيشفي وعمل معي عجيبه وخلصني منها، وهلا حياتي كثير كول. وانا في اضيف شغله على هيدا الموضوع، انا شخص كنت كثير متقدم بالعلم، وضروري بمراحل معينه بالجامعه اقوم اوقف قدام ناس واشرح مواضيع معينه، وانا خجول كثير، وهذا زاد علي ضغط الاعصاب. كان عندي تقديم الدكتوراه تبعي، ولازم اوقف قدام ناس ويمتحنوني ويسالوني اسئله، وشي ساعتين ثلاثه مش خمس دقائق. قبل بجمعتين طلب مني بالكنيسه اني اعمل مثل كلمه للناس، وانا كنت خجول كثير، بس تحديت حالي، يعني كان الرب بس ناطر مني يقول انا بكب حالي بين ايديك، انا بدفع حالي لقدام اني احضر، حتى لو حاسس حالي ولا ممكن اوقف.
صدقوني يا جماعه، ولكل شخص بيستحي، ولكل شخص عنده يمكن بحس حاله انه صغير ومش قادر، وقت وقفت احكي وصليت على صوت عالي بحس بقوه فاتت بقلب جسمي وزحت من محلي، وتوفيق القديم اختفى صار توفيق الجديد. كان قبل بجمعتين من الدكتوراه تبعي، طلعت على الدكتوراه ولا ستريس ولا شيء. بعرف يمكن بعمر الصغير يمكن بحس الواحد بستريس، ما حدا بيدعمه او شيء، يسوع كمان بيقدر يخلص من كل مشكله. فهو قطعت فيهم، بقدر اقول لحيالله شخص قطع فيهم بيقدر يتخلص منهم. انصدمت او استغربت، ما انصدمت بس استغربت، انه اف قديه موضوع انه يكونوا الاولاد بيرفكت، معقول يوصلوا لعصبيه وادويه اعصاب على كبر؟ شو عندك امور تخبرينا اياها؟ قلتي في لينك للموضوع اللي حبيت تحكينا اليوم، شو القصه؟ خبرينا شوي، لان في كثير ناس معقول تنبق هيك. بتعرف رواد، نحن عم بعمل شيء اسمه جود انف بارنتنج، كمان هيدا نحن بنعلمه، وليتلي كنا عم نعمل محاضرات مجانيه للعالم تجي تحضرها. وهيدي الدراسات كمان دراسات مش انا عملتها ولا من عندي، هيدي دراسات صارت كمان عالميه على موضوع معين، واتضح انه الولد عنده احتياجات عاطفيه غير مرئيه، يعني نحن كاهل ما بنفهم فيها، لانه نحن بنهتم بالاحتياجات الجسديه. لاحظ كل الاهل بيهتموا انه يكونوا عم بيطعموا عم بيشربوا عم بيعلموا، هاي الاحتياجات الاساسيه بالنسبه لنا. ولكن الولد بعدين انت اذا بتشوف ابنك تنقول بلا اكل بيبكي جوعان، تعرف انك بدك تطعميه، بس الاحتياجات العاطفيه هي ما بنشوفها نحن وما بنعرفها. مشان هيك الولد عنده احتياجات عاطفيه كثير مهمه، اذا ما تغطت عنده بيطلع الولد بكون طريقه تفكير معينه بيتبناها باللاوعي تبعه، بنسميها بيعمل معاهده بينه وبين الشيء اللي صار معه هو صغير، وهيدي المعاهده بتصير هي الشخصيه اللي هو فيها بس يكبر. مشان هيك كثير صعبه نرجع نكسر هيدي المعاهده اللي بتبقى معموله باللاوعي عند الولد هو من دون ما يكون يعرف فيها. يعني مشان هيك بنقول الحنين او التعبير كل شيء هلا رح احكي عنه. هلا الولد اللي شو اللي بيعمل ولد صحي، هو اولا اكيد نحن كلنا بنعرف انه الولد هو بنقول البيئه اللي هو فيها، يعني اول شيء بنطلع عليه الزواج، زواج الاهل كيف، البيئه اللي هو عم بيتربى فيها كيف، العيله المدرسه اكسترا، بلس الطبع اللي هو الله بيخلقه فيه اللي نحن ما قلنا كثير قلنا فيه هيدا الله بيعطينا اياه، هولي كلهم بلس الطريقة اللي الأهل بيربوا فيها. يعني إذا كانوا عم بيستخدموا بنسميهم نحن عم بيغيظوا أولادهم، أوكي، بعدم معرفة في طريقة تربية غلط، غيظ للولد هيدي إذا كانت كثيرة والاحتياجات العاطفية ما عم نعرف نغطيها قليلة، للأسف بيطلع عنا أولاد عندهم مشاكل كثير عاطفية نفسية وحتى اجتماعية كمان. ولكن إذا بنهتم بهولي كلهم رح يكون في، ما في شيء مضمون، بس رح يكون في فرصة وتشانس أكبر إنه الولد يكون عنده أداء سليم. هلأ الهدف شو اللي نحن بنحكي فيه بالتربية؟ إني أكسر السايكل تبعي، يعني أنا عندي عادات سيئة مثل ما حكينا وعندي مشاكل حملتها معي أنا، الأقل ليش أنا منسميها good enough parenting هو إني أقدر أعمل ابني نسخة أفضل مني أنا، مثل ما بنعمل فورمات للكمبيوتر دايما بقولها. سو لازم to break هيدي السايكل، لازم نتعلم to break هيدي السايكل لما يطلع جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع مضروب مثل ما نحن مضروبين. هلأ شو الأشياء اللي نحن منغيظ فيها أولادنا؟ واحدة منها منسميها البليتلينج، يعني التصغير. مثلا أنت بتبكي مثل البنات، اوكي، يي ليك انت مش رجال ما بتعرف تلعب طابه، يي انت اللي بيتجوزك، يي ما حدا رح يشيلك، او انت مش مثل خيك. بنستخدم بتضلك عم تاكلي مثلا، بنستخدم التصغير ونحن بنفكر انه هيك بنطلعه رجال او هيك بنحفزه يعطي احسن او هيك بنحفزه يعمل احسن، وللاسف لانه نحن بنكون مربيين بهيدي الطريقه فبنستخدم نفس الاسلوب مع الولد. هيدا الولد كيف بده يطلع؟ بيطلع ما عنده ثقه بنفسه، اوكي، شخص انسكيور، منه كثير اجتماعي. ليه؟ لانه تربى شو على هيدا النوع
التكسير اللي هو فيه، كيف بده يطلع بيوثق بعدين؟ هلا شغله ثانيه مثل ما صار، نحن بنستخدم نقول الكامل بيرفكسيونيست وكونديشنال، يعني شروط، كل شيء مشروط كمان والاحسن وحب مشروط. يعني مثلا انت لازم ليك ابن عمك كيف العلامات اللي جابها، لازم تجيب العلامة، لازم تكون الاول بصفك. ييه ليكي اختي كيف هي بسبار، ليه انت منك مثلها بتعرفي تعملي سبار؟ او منخاف كثير الاهل على الصوره تبعنا اكثر من مشاعر الولد، شو رح يقولوا عن الناس اليوم انه انت سقطت او انت ما بتعرف نحن عم ندفع دم قلبنا على المدرسه لانت تطلع. كل الاهل بيعملوها هيدا، شو عم بقول له للولد؟ اوكي، او اذا بتجيب علامات المام رح تكون مبسوطه منك. طب واذا ما بجيب علامات؟ يعني انا امبارح بنتي درست عن جد من كل قلبها، درست بنتي هارد وركر، بس في بعض المواد ما توفقت فيهم، فرطت بالبكى، بكيت بكيت بكيت. كنت انا ظاهره، رحت جبت لها جفت. واو شو حلو. وجيت وكتبت لها نوت عليها قد انا فخوره فيها، قد هي هارد ورك، لان انا بدي كذب هيدا الصوت اللي عم بيقول لها انت فاشله. لا بنتي منا فاشله، بنتي تعبت. صح. اوكي، طب شو فينا نعمل هلا؟ انا عم بعلمها تكون بسموها بروبلم، مش بروبلم فوكس، كيف تصلح المشكله، مش تكون مركزي على المشكله، حل المشكله، كيف تحل المشكله. طب اوكي شو فينا نعمل هلا؟ ليتس اوكي، يمكن هيدا لمصلحتك، يمكن السنه الجايه ما انت رح تطلعي اقوى، عندك تقديم السنه الجايه، خلينا نطلع فيها بهيدي الطريقه. ليه؟ لانه انا ما بدي اني كمان هيدا الصوت اكسر بنتي. بس في كثير منا، يعني لو بنتي شافت، مع انه بالمقابل ابني جايب طالع توب، طب تخيلي انا فرحانه بابني، الولد ابني رح، بنتي رح تقرا هيدا الشيء ورح تشوف اذا محبتي لها مشروطه ايه ولا لا. سو وقتها انا بتوقع دائما التوب، دائما بدي ابني يكون ذا بيست بالسبور، لازم تكون ذا بيست يا خي. طب ما ابنك ما بيعرف يلعب فوتبول، لا لازم يا خي ابنك، لا ابني بدي يطلع فوتبول، لا ابني بدي يطلع حكيم. طب ما ابنك ما بيحب يطلع حكيم. ياما اولاد مندمرهم وبيعملوا الشيء اللي اهلهم بدهم اياه، بس يخلصوا بيطلعوا فاشلين بحياتهم. مزبوط، كان بدي اقولها. لانه بيعملوا الشيء اللي اهلهم بدهم اياه، بحطوا هاي اكسبكتيشن، توقعات عاليه، وهيدا بخلي عنده الولد غضب بس يكبر. هيدا اللي شفناه مع توفيق. مع توفيق بيصير عنده غضب، بيصير في عنده عدم ثقه بالنفس انه المسج ام نوت جود انف، وصار عنده اعصاب اكيد. لأن ليه؟ لانه توقعات عاليه. انا يعني هلا في الولد بسبب التربيه اكيد بيربى عنده، حكينا فيه قبل، كوبينج ستايل معينه، بتاقلم كوبينج ستايل، يعني او بطلع انا شخص بيستسلم، او بيطلع شخص بيهجم، او بيطلع شخص بيهرب. اوكي، هيدي معروفه، معروفه عنا، فايت فلاي، يعني كل واحد عنده شيء. سو هيدا منه شو بيكون الولد هيك؟ بسبب الطفوله هيدي الاشياء اللي بتطلع عنده. سو هيدا الولد انه توقعات عاليه، I will never be good enough، في فير، في خوف. طب كيف بدي سكت هيدي؟ بصير عنده كمان anxious، بصير عنده قلق كثير كبير. هيدا القلق بس اذا تطور وكبر على كبر شو رح يعمل؟ أعصاب. اكيد اعصاب. اكيد بدنا دواء اعصاب، اكيد بدنا نعمل. مش كل الاهل ما بيفكروا غير بس مرات بالعلم او انه يكون بكل شيء الشخص الاول، بس بينسوا انه اذا هالقد صار عنده قلق وهيك كيف رح يكون بزواجه؟ بكل شيء ما رح يعرف يرتاح، ما هيدا اللي رح يتعب شريك حياته. صح، هيدا الدوره اللي نحن عم نعملها، منفرجيهم كيف الطفوله منحملها معنا على الزواج. سو ما حدا يقول التربيه منا مهمه، التربيه مهمه أساس. لانه التربيه هي اللي بتعمل من الانسان لانه هو كبير. سو هيدي كمان وحده من الاشياء. هلا اذا بدك تاخذي شيء قبل ما كمل، اذا عم تقري شيء او بنطلع كمان قبل ما نخلص، فينا نطلع كمان، في عنا سؤال ثاني مهم هلا بنرجع بنتطرق، لكن بنخلص اللي عم تقوله جيسي، بنروح لبريك وبنرجع لاسئلتنا. في كمان كنترولينج، نحن كاهل مثلا بنت عمرها 5 سنين بنسيطر، اما بدها تتحكم فيها شو تلبس شو تاكل. البنت بتصير فريستري مع اصحابها، ليه ما عم تعرف تاخذ قرارات مضبوطه؟ ونحن كاهل بنفكر حالنا انه نحن كثير بنحبهم، كثير بنخاف عليهم، بس نحن شو عم نعمل؟ ما عم نعلمهم انه يعرفوا يكبروا وياخذوا قرارات شوي شوي حسب عمرهم باستقلاليه. ليه مثلا بنتي انا بدي اياها تدق بيانو،
بس ابنتي هلا عم تلعب، لا لازم تفوتي تدق 3 ساعات بيانو. يعني انا بتحكم بكل شيء باولادي لدرجه انه الولد بس يطلع بالمجتمع ما بيعرف ياخذوا قرار او بيعمل ريبيل، يعني ما هو ليه بيتمرد أو بيزيت صح؟ لا بيتمردوا بنفس الوقت بيتمردوا، بتصيري انت اكثر شخص بيكرهك واكثر شخص ما في يعيش من دونك لانه ما بقى يعرفوا يتصرفوا. انا بدي اعلمك كيف تفكر، لازم تفكر مثلي، لازم تاكل مثلي، لازم تتصرف مثلي كاهل. بنصير بدنا، والخطوره كمان كل شيء نحن ما حققناه بحياتنا بدنا نحققه باولادنا من خلالنا. وكانه هيدا بيعطينا لنا بيرجع الفرح الذاتي، رجعنا عشنا اللي ما عشناه. حرام ندفع الولد ثمن اشياء نحن عنا اياها. سو كثره الكنترولينج اوقات كمان بيخرب الولد. صح. هلا مش بس كنترولينج، كمان عندنا شغله بنسميها الحرمان العاطفي، وهلا كثير عم نشوفها لانه الاهل عم بيضطروا يشتغلوا كثير اثنيناتهم. سو عم بيجوا الولد عم بيكون عنده حرمان عاطفي، والولد بعمر معين الكواليتي تايم معه كثير مهمه، التبويس، التعبيط، اللعب، الولد كونكشن بتصير، الكونكشن بيصير لعمر 9 سنين باللعب 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 باللعب. يعني كثير لعب، كثير تبويس، كثير تعبيط، كثير تغنيج، كثير وقت. ناس بيقولوا هيك بننزعه، ولكن مش هيدا الطريقه اللي بننزعه فيها. بننزعه بس ما يكون في حدود، وما يكون ونعمل له الرهابات. هيدا رح نكمل عنه، هيدا رح نحكيه كمان الاشياء. بالعكس هيدا ما بينزعه، لانه هيدا الولد كثير بحاجه له، لو قد ما تعطيه منه انف. الاهل بسبب انشغالاته بنجي تعبانين، البي عم بيحضر تلفزيون، الام عم بتحضر الطبخه، ما بلومهم، كلنا عم نشتغل. نحن بعالم هلا مجبورين نشتغل، كريزة اقتصادية كبيرة، بس أنا عم بقول بليز إذا فينا ولو نعطي ساعة ساعة مزبوط مزبوطة للولد بالنهار، هيدا بيعود عن الـ 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 يعني ما عم بقول اتركوا أشغالكم وقعدوا بالبيت، نيال بيقدر يكون شغل حر عنده، نيال بيقدر يقعد يربي، بس إذا مش قادرين التربية أنا بقول intentional التربية مقصودة، ما فيها تربية تصير هيك. سو بليز ولو ساعة تقضوا وقت مع أولادكم تعطون هالعاطفة، تعطون. هلأ في بيات ما بيعملوا هيك، بدي يطلع رجال أوكي، لأنه أنا كيف بدي، ما بيفرجوا عواطف. مش هيك منلاقي كتير شباب ما بتعرف تعبر عن عواطفها بس تكبر، ما بيعرفوا يبكوا، حتى ما بيعرفوا إذا مبسوطين، زعلانين، معصبين، ما بنعرف. أغلبية البشر ما بتعرف شو. يمكن فيك فيهم يجاوبوك ما حلو هيك يبين، بس بدنا نسأله مع مرتك كيف بدها تفهم عليك. ما هو كله رح يتكسر البيت. لا 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 لهم هي حلو ما يعبر عن عاطفته، بس لا هو المصيبة بالبيت وقتها ما يعرف يعبر لمرته وما تفهمه، هونيك بيصير الكلاش. أو مشكلة العصر هلا بقولوا أنا مع أولادي بس تليفون بالإيد، وهيدا عن جد مصيبة، لأن كنت أعلم والأولاد يقعدوا يشتكوا من أهلهم يخبروني، يصير أنا إنه خلص ما بقى تخبروني إنه أهلهم مثلا بليز مامي شوفي دفوار، شوفي شو عملت، يلا بس تخلص، أو ما عندي وقت هلا. فهيدا مشكلة، هيدا عم بتفكر الولد إنه أنا التليفون أهم مني، وهيدا صح. أو الولد بيبقى عم يحكي ايه مامي عم بسمعك، ايه عم بسمع عم بسمع اوكي، او انا وعم بشتغل على الكمبيوتر، او انا وعم بجلي. الولد بس يحكي بدي ابرم، بدي اطلع فيه، بدي وقف الاشياء اللي عم بعملها وبدي اسمع. هلا اذا انا ماني قادره، مش دائما انا بيرفكت وانا دائما قادره اسمع، بس بقول له فيني احكيك بعدين. بس اذا في هيدا الوقت المينيموم ساعه بنهار للولاد، هيدا رح يكون عم بيساعد. هلا الشيء كمان اللي بيأذي الولد اوقات هو اوفر بروتكتيف. نحن كأهل بنصير مش بس كنترولينج، اوفر بروتكتيف. اللي مين ضربك بالمدرسه؟ بدي روح كسره، اوعى حدا يدق بابني. الدنيا عم بتشتت الدنيا، لا لبسوا جاكيت، لا لا شابوه، لا رايح يلعب فوتبول، لا 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 سقعه سقعه. هيدي اوفر بروتكتيفنس، هي ما بتساعد، هيدي بتأذي الولد. كمان نحن بنفكر عن قلب طيب، وخاصة كأمات صح. كأم بنوقع بالكنترول والأوفر بروتكتيفنس، وبنفكر إنه هيدي أشياء مهمة، أو نسي دفتره أنا بروح بجيب له إياه من المدرسة. يعني دائما لا مش لازم تحس هيك، لا مش لازم. سو دائما بدنا نتدخل كمان أوفر بروتكتيفنس، هيدي بتضايق. والشيء كمان اللي حطيته اللي هو بيرمسيف، ما في حدود منطقية. مثل ما حكينا مثلا صبي خلق هو صغير بيعمل اللي بده اياه،
اللي بده اياه بالبيت، ما في حدود، ما في منطق، ما في شيء، بكسر، بقيم، بيقعد، بحط. هالولد شو ربي عنده الانتايتلمنت؟ راح على المدرسه، بالمدرسه شو بدك تقعد؟ ما بده يقعد، ما بده يسمع كلمه المعلمه، بلش يكلها، بيبلش يحبط اصحابه، بيضرب اصحابه، هو بده اللعبه، لا اصحابه ما راح يعطوا لعبه لانه كمان عندهم هن الانتايتلمنت. شو راح يخلق هذا الولد؟ راح يحس العالم انهار. ليه؟ لانه الحياه مش مثل ما توقعت. نو، الحدود هي بحاجه للولد، وما فينا نحن نكون بيرميسيف هالقد مع الولد لانه هيدا بيأذي الولد. بركي جيسي عندنا بعد نطاق كثير، بنروح لبريك صغير بنرجع بحديثنا. اكيد. لكل الكابل اللي بحبوا يشاركوا معنا ويحكونا عن اختباراتهم ويشجعوا غيرهم، ما لكم غير تبعتوا لنا رساله خطيه او صوتيه على الرقم اللي عم تشوفوه على الشاشه قدامكم، او تبعتوا لنا رساله على صفحه الفيسبوك الخاصه فينا من القلب للقلب، هارت تو هارت. ناطرينكم. أنا بحبك يا رب، أنا بعبدك يا رب، وأنا قلبي طول الطريق هتفضل ملكي ليك، وعيني طول الطريق هتفضل ثابتة عليك. أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب، بعبودك يا رب، من قلبي طول الطريق حيفضل ملكي ليك، وعيني طول الطريق حتفضل ثابتة عليك. نحمد اسمك يا خالق الأكوان، صنيع عجائب في كل الأرض، تسدو لك كل ركبة، يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب. عظيم وقدوس يا الله، رب الأرباب وحدك الإله، يحلو لك السجود والمجد والإكرام، نسبح اسمك يا ربنا، قدير ومهوب يا الله، أب رحوم تحنو علي، حبك لا يزول، سلطانك يدوم، ربي رعي ما أعظمك، يسوعي بجيلك بشتاق لك، برنم بحبك بحبك يا ملكي، يسوعي بجيلك بشتاق لك، برنم بحبك بحبك يا ملكي. عظيم وقدوس يا يسوع، رب الأرباب وحدك الإله، يحلو لك السجود والمجد والإكرام، نسبح اسمك يا ربنا، أب رحوم.
حكومة تحنو عليا، حبك لا يزول، سلطانك يدوم، ربي رعي ما أعظمك. أنا بحبك يا رب، أنا بعبودك يا رب، وقت رائع وقت قدسم. وفي كمان مساجات لقلنا يس عنا رسالة لقلك جاسي بتقول أنا عم بكبر، أنا أخذت عادات سيئة، القصة اللي كنت عم تحكي عنها، بعد ما عندي أطفال وأنا متزوجة جديد، بدي أسأل how can a couple challenge themselves، كيف في زوج جديد أو ثنائي جديد يتحدوا نفسهم تيكسروا القيود تبع هول العادات السيئة ويكونوا كتير هيك مشجعين ورحمين مع أولادهم. صديقنا عمر بنوجه له تحية من زوج كمان جديد بأمريكا. هلأ أنا كتير مبسوطة أنه لانه انا بقول دائما المشكله بس الواحد يبلش يشوف المعرفه هي 50% من حل المشكله، لانه بلشت تشوف، لانه اوقات الناس ما بتكون شايفه. الشيء الثاني هو انا بنصحه انه يقرا يتعلم الطرق التربيه الجديده ليقدر يستبدلها، ويتفق هو والشريك نقدر نحكي مع بعض، مثلا لتسي انا صوتي عالي اوكي، جوزي كان دائما ينتبه لهذا الموضوع نحكي فيه دائما، هو صوته كتير واطي بالبيت. عرفتوا يعني نتفق انه نكسر هيدي هيدي العادات. بس في شغله كمان انا مش لانه انا بعمل في كتاب اسمه Good Enough Parenting اذا هو موجود برا انا بنصحه يقرا، لانه بيرجعه لطفولته وبيساعده كيف يكسر الباترن اللي كان عنده اياه بالطفوله ويصلح الصوره اللي هي مشوهة عنده إياها ويستبدلها بصورة جديدة. يعني ما فينا نختصر كتير قادر أقول حل هلأ، بس بنصحه يقرأ للكتاب لأنه رح يساعده كتير. ونحن فينا نحكي من اختباراتنا بحياتنا. عمر قالت أنه تعرف المشكلة بالأول، وأكيد جيسي بتوافق الاعتراف بالمشكلة قدام شريكتك أو شريكك. يعني أنا كان جواتي عارف مشاكلي من وراء التربية اللي هن أهلي رائعين، بس في أمور ما بيعرفوها، وكنت عم بعترف لماريان حتى وصلت قلت لها موجود عندي عقد مشاكل نفسية اللي بدكم إياه قولوه مثل ما كل واحد موجود فيه هذا الشيء، بليز أنت رفيقتي بدي توقفي حدي. وكان دايما كل ما توقف حدي وتفهمني أنا وزعلان أنا وعلي صوتي ترجع تفهمني تقلي فيك تعمل هيك كذا، بتذكر قديكو في تحرير وفي دموع ابكي مزبوط ابكي واغمرها ويزيد حبي لها أكتر، وحس انه هيدي مش بس مثل ما اليوم بيصفوا هيدي مرتي ما بقول قدامها شيء او هيك، هيدي عشقي، هيدي رفيقتي، هيدي شايفه كل اذا بدك قول الاشياء المقرفه فيي او البشعه، بس قاعده رح زيد انا دائما بيسوع طبب فيي امور والعكس بالعكس. اهم شيء يكون عندنا تواضع وخصوصاً بين الشريكين، نكون هيك منفتحين على الآخر نعترف لكان بأغلاطنا. يعني أنا بعرف إنه أنا أمي كانت أوفر بروتكتيف تحمينا زيادة وتخاف علينا، دغري شفنا هذا الشيء بزواجنا وأنا عم ببلش يطلع فيي، دغري حطيناه بالنور ودغري حطيت صار في مسؤولية أو accountability بيناتنا، أنا بس شفنا عم بتصرف بهالطريقة بدنا ننتبه لها بتربيتي مع نواة. وهيك من الأول أنا ما بدي
تخبي هيدا الشيء انه لا هيدا صح ليه انا هيدا زوجي فريق واحد نحن بدنا نطلع افضل ما عنا بهالجنينه جنينه الزواج وجنينه ابننا اللي عم نزرعها مع بعضنا لهيك بدنا نكون كثير منفتحين وكثير هيك منكسرين ومتواضعين. في عنا هلا سؤال من سنة إيليا كثير شكله هممها هذا الموضوع اليوم بتقول احبائي عنا مشكله اليوم مشكله العصر هي البلاي ستيشن والتليفون طفل عمره اقل من سنتين ما رح يسكت غير ما نعطيه تليفون بايده شو الحل رجاء رجاء جسي وتذكري في كل الحلقه 8 دقائق بعد بقى شو عندك افكار انا بقول قد ما فينا كاهل لازم نخفف هيدا الموضوع لانه هيدا نوع ثاني من الادكشن هيدا نوع ثاني من الادمان لانه كلنا بنعرف انه القعده على اللي كثير بتطلع الادرينالين يعني بتخلي غير نوع ثاني سو بليز خاصه الولد من الصغار هلا اهون علينا نسكتهم لانه بده فل اتنشن الولد اذا انت قاعده معه خاصه عمر سنتين سو الاسهل اني اعطيه التليفون ليسكت سو بليز قد ما فينا نخفف تعرضهم للتليفونات ولهيدا بانه نجيب لعب معنا او كولورينج او لعب كيف كانوا يعملوا قبل كيف كنا نعمل مع اولادنا يعني كيف كنا قبل ما هلا هيدا الجيل كنا هيك نستعمل اشياء كرييتيف الولد يلون او جيب له لعبه او اعمل له بس ايه بدها وقت بدها اكثر بدها نعطي منها هلا من زيتنا انا بقول حطوا ليميت للسوشيال ميديا حطوا قد ايه بدك ابنك او بنتك يتعرضوا اكيد كل ما بيكبروا بتحطوا انتم الليميت ضروري تحطوا ليميت وجسي سوري نحن بس عم نحكي لانه بندعم باختبارنا ماريان دائما بنقول بالرب بس لانه بتقرا وبتنفذ وبتمشي عندها مثابره نحن نجحنا كثير فيها انه ابننا اكثر مثل ما قلتي بنهار في مرات كيوب خشب نقعد منعمر معه بتعطي وقتها بمحلات كثير قوي له ودائما بتجرب قد ما فيها مش لانه هلا ما قلنا جلاده يلا تترك له هالسيلولار ثلاث ساعات تنقدر نحكي بتجرب صار متعلم نوا انه مرات بنكون قاعدين عم نحكي انا وماريان قاعد عم يلعب بلعب وبنطلع بنفرح بنقول لك شو حلو قاعد على الارض وعم يلهي حاله بيجيب حيوانات الانيمالز لانه بنشرح له اياهم وبنسلي فيهم بصير يمسكهم ويلعبهم هيك كنا نلعب من زمان ما بدنا نخاف الاهل قال بخاف على اولادهم يزهقوا البوردم الزهق هو شيء كثير صحي للولد لانه بيفتح له الايماجينيشن او الخيال تبعه بيخترع العاب بيقعد بيلعب بيفكر بنوسع مخيلته سو ما عليه ما نخاف بدنا نعبي له وقته اول ما يوعى تما ينام لازم نضل عم نلهيه نعطي التليفون تما يزهق خليه يزهق لان هذا الشيء رح ينمي له مخيلته بعدين لازم يكون في رولز بالبيت مثلا الاولاد نظام مثلا انا اولادي تحت عمر 12 سنه ممنوع كان يكون عندهم تليفون مع انه اصحابهم كثير تمسخروا عليهم انه قد بمجتمع انت كل واحد تليفونه بس كانوا فهمانين ليش ما بده يكون معهم تليفون لانه بالولد بهالعمر ما بيعرف يستخدم الاشياء اللي بتعطيها صعب بصير في ابيوز لاي شيء انت بتعطيه لانه ما بيعرف كمان مش بالممنوعات انا حكيت قبل بحلقه بس بالتفهيم وبالاتفاق مع الولد لو كان زعلان ليش انا ما راح اعطيك التليفون هلا او قبل عمر هيك او قبل عمر هيك او قبل عمر هيك 100% ما نشكر كثير الاشخاص اللي عم يحضرونا اليوم بيقولوا سلام ونعمه محتاجه صلاتكم موضوعكم جدا جدا مهم هلا كتان شكرا لك أستر بتقول ربنا يبارك خدمتكم وتعطى الكلمة المثمرة يا أولاد الملك المباركين وعايزة اتطمن على جروب كبرنا سوا كمان هن كلهم كتير منيح تمار ونور وجويس وجيمي وفي ناس سافروا وفي ناس مسافرين خانم ما بتقول اذكرونا بصلاتكم والله يقويكم ويبارككم بطول العمر عم تكتب بينا نصلي أوكي في عنا أوكي كثير مستمتعين بالترانيم سوسن باكويان بتقول يا رب اعطينا الحكمه كيف نربي اولادنا بطريقه صحيحه حسب مشيئتك بركي جيسي بهيدا معنا اربع دقائق بركي في نقطه مهمه نقدر تعطينا اياها واضحه باخر هالحلقه لانه مرات رح موسم الجاي نكمل ونحكي عن هذا الموضوع او بحلقات جايه شو في نقطه حابه تعطينا اياها او يمكن وصلوا كل النقاط لا انا بقول انه خلينا اذا خففنا من الاشياء اللي انا حكيت عنها هلا لهيدي بتكسر الولد بتاخذ وعطينا الاحتياج العاطفي للولد من انه اعطيناه الحب اعطيناه الوقت اعطيناه الحدود المنطقيه اعطيناه الاشياء اللي انا كنت عم بحكي عنها هيدا رح يخلق
بالانس بحياة الولد ورح يقدر يساعده انه يتخطى هيدي الامور اللي هو فيها. هلا انا بقول موضوع التربية بصراحة موضوع كتير كبير، بس بعد بدي اقول شغلتين، انه في كمان الاساس البنتيف نستخدمه هيدا بغيظ الولد، وشغلة تانية لازم نستخدمه لا لازم. والشغلة التانية الأهل البسيمستيك المتشائمين دايماً بيقشعوا الكباية نص الفاضي، كتير خطر هيدول الموضوعين، لأنه أنا واحدة منهم هيك، لأنه أنا كنت أتقاصص كتير أنا وصغيرة. سو أنا أول ردة فعل ضبي قوتك أو بلا لا 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 عم عملك أو دغري القصاص عندي الولد. طب هيدا مدرستين جيسي أو هيدا واضحة، هو لازم الولد يعمل، لازم تعمل قصاص، بس أنت مش لازم يكون ستايل تبعك البنتيف. يعني على أسخف بتقلي بنتي على أسخف الأشخة بدك تقصصيني، ليه بدك تقصصيني شو عملت لك؟ بس تقلي هيك بنتبه مزبوط أنه مزبوط هي ما عملت لي شيء، لا بس أنا أول شيء بستخدمه هيدا كتول بإيدي. مش معناتها نحن بعدنا عم حكينا قبل أنه لازم يكون في كونسيكونس عواقب لعمل الولد، بس البنتيف القصاص دايما، أنا دايما بحب أقول ما نستخدم كلمة قصاص، نستخدم كلمة ديسيبلين تأديب. التأديب غير القصاص، القصاص أنا عم بعاقبك، نحن كأهل مش لازم نعاقب، نحن كأهل لازم نأدب. وكثير في فرق بين العقاب والتأديب. للأسف نحن منعاقب أولادنا، العقاب يعني أنت ما بتستحق أنت كذا، بينما التأديب أنا بأدبك لأني بحبك ديسيبلين. وكثير في فرق بالطرق، إذا أنا بعاقب أنا كنت عاقب وهذا اللي كان غلط لأني أنا هيك معودة بتعاقب بعاقب، بس أنا تعلمت to discipline إني أدب وقوله إلا لبنتي بسبب اللي عم بيصير هو نتيجة قرارك صار هيك، مش أنا عم بعاقبك. سو لا مزبوط لازم نأدب، بس أنا عم بحكي عن هيدا الموضوع والتشاؤم. التشاؤم عن جد نحن كأهل لازم نتعلم نكون إيجابية إيجابية، لأنه أولادنا ديجا في كتير إشياء بتخليهم يكونوا متشائمين. لازم نكون إيجابية، مش معناه تما منقشع المشكلة بس ما منضل معلقانين بالمشكلة فيها. بالآخر هيك عن جد بحب أقول أنه منجرب كل شيء ومنقرأ ومنتسقف، بس أهم شيء أنا تعلمته أنا وياك دايماً نعمله أنه نصلي عن جد. بالكتاب المقدس كتير أميات غيروا التاريخ وغيروا، كانوا إجا من خلالهم من نسلهم يسوع بورا صلاتهم وهيك قربوا من الرب. هذا أهم صيف عنا إياه تحت نحارب لأولادنا ونربحهم للرب. بدي أقول لإلين كاترين، إلين وكاترين وهلا كتان، وفي بنت حكي عن كآبتها ويأسها بالحياة، وعد مني ومن ماريان إنه أسامي لأسامي معنا رح نبقى نصلي لكم بالبيت الليلة. منحبكم، انتهت حلقتنا، كانت حلقة رائعة جسد، منشوفكم أسبوع الجاز. باي باي باي. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا بالأفراح وبوقت الضيق.